اعتقد ان هو كان قرار فردي منه ومش قرار جماعي لينا كلنا، انما دي كانت وجهة نظره. انما هو انا اعتقد ان الخطأ ابو تريكة ان هو يعني طول عمره بيتكلم بصفة جماعية واحنا مجموعة واحنا منظومة مع بعض، هو عشان اتصرف فردي خد القرار بنفسه، فاعتقد ده اللي عمل له مشكلة مع اللعيبة. مباراة السوبر كنت شايف ان هو لازم يقول للعيبة الموقف بتاعه اللي هياخده ما يتفاجئوش بيه، لان هما زمايله فبيخلي شكلهم وحش اكيد طبعا يعني. فكنت اتوقع او كنت اتمنى ان هو يتكلم مع اللعيبه دي الاول قبل ما ياخد القرار، ما يجوش لوحده. انا ما اعرفش هو عمل ايه يعني، بس اعتقد ان هو خد القرار لوحده يعني.